الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 19 من الكتاب 40، كتاب السلام، باب جعلت باب استحباب رقية المريض، باب استحباب رقية المريض. والرقية كما أن الرقية تنفع بدليل الشرع الشريف، وهي عبارة عن كلمات تؤثر في عافية الإنسان المريض، شيء لا يتناوله، ده مجرد كلام بتقوله، هذا الكلام الذي تقوله قد يشفي الله به المريض. فإذا كان الأمر كذلك، فنوع من السحر أيضا كلام يقال فيعتل به البدن، يبقى ممكن الكلام يؤثر في البدن نفعا وضرا. إذا كان الكلام الصحيح المبارك ينفع في البدن بالدليل الشرع الشريف، إذن أيضا نوع من السحر وهو النفس في العقد، وكلام يقال بترتيب معين يعلمه السحرة يؤثر أيضا في الجسم بالعلة والضعف والوهن. كما أن الكلام يؤثر في همة الإنسان، ممكن تقول كلام تحمس الناس فيتحمسون فيخرجون يقاتلون بعضهم البعض، وممكن تقول كلام يهدئ الناس ويجعل الناس يستسلمون وينقادون، وممكن تقول كلام يفرح الناس، وممكن تقول كلام يحزن الناس. إذن الإنسان يتأثر بالكلام في نفسه وفي بدنه، فالكلام له أثر. فإذا كان الكلام له أثر، فنوع من السحر كلام يقال بترتيب معين بتعويذ معينة يؤثر في بدن المريض، كما حدث في قصة لبيد بن الأعصم، قال كلام مرتب بطريقة معينة يعلمها السحرة، وعقد في شعرات النبي التي هي نموذج لجسم هذا المريض، فيتوجه هذا الكلام السيء في التأثير لصاحب هذا الشعر. علشان كده يقول لك هات أثره، هات حاجة اللي يسمون العوام أثره، يقول لك هات أثره، لأنه منسوب إليه، فيقرأ على أثره فيصل إليه الأثر في الجسد. فالأمر وارد، لأن هذا كله بفعل الله في الأكوان سبحانه وتعالى، والذي يفعل فيها. فإن كانت الأكوان كلها من فعلت إلا بالكلام، بقول كن فيكون، فإذا الكلمة قوية، الكلمة خرجت بها الأكوان من العدم للوجود بقول كن فيكون، واضح. وبالتالي لا تستهين بسحر التعاويذ الذي يقوم على الكلام، فقد يؤثر على الجسم بالمرض والوهن، كما أن الرقية الشرعية تؤثر على الجسم المريض بالعافية والصحة. باب استحباب رقية المريض. وعن أبي قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 36 بعد 800 و5000، قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير واللفظ له، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس، أذهب الباس رب الناس، واشفي أنت الشافي. والباس هو المرض، وهو بتخفيف الهمزة، الباس وهو أصله البأس، ولكن النبي خفف الهمزة حتى يصير الكلام متناسق،
لأن العرب يحبون أن يجملوا كلامهم، والنبي أفصح الخلق. قال: أذهب الباس رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. سقما تنفع للدين، سقما وسقما يعني مرضا. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. لأن كان النبي في مرض وفاته، فعلشان كده لما بتقول إيه خدت إيده عشان تقول اذهب الباس رب الناس شفاء لغير سقمة، النبي قال إيه، سحب يده منها وقال: اللهم اغفر لي، اللهم إيه واجعلني مع الرفيق الأعلى. وقيل الرفيق الأعلى وجبريل، واخد بالك ازاي؟ وقيل الرفيق الأعلى هو رب العالمين، والعلو علو مكان ورتبة، تحتمل دي وتحتمل كده. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. قضى يعني إيه؟ كان إيه؟ يعني قضى يعني إيه؟ خرجت روحه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى المسح اليد المباركة على المريض، مسح اليد الصالحة على المريض تنفعه مع قراءة بعض الآيات والدعوات. وعشان كده من السنة مسح المريض أو وضع يد الإنسان الصالح على موضع الألم ثم قراءة بعض القرآن أو الدعاء ببعض الدعوات، وأن هذا يجعل الله فيها الشفاء يمكن أكثر من الجراحة وأكثر من الأدوية التي يتعاطاها الإنسان. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال: حدثنا أبو معاوية حا قال: حدثني بشر بن خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر حا قال: وحدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان. كل هؤلاء عن الأعمش بإسناد جرير في حديث هشيم، وشعبة مسحه بيده. قال: وفي حديث الثوري مسحه بيمينه. وقال في عقب حديث يحيى عن سفيان عن الأعمش قال: فحدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنحو. وعن أبي قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس رب الناس، اشفيه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وعن أبي قال: وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال: أذهب الباس رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر: فدعا له وقال: وأنت الشافي. يعني فيها زيادة الواو اللي فوق أنت الشافي، الرواية الثانية وأنت الشافي، واشفي وأنت الشافي، دي الرواية الثانية. وعن أبي قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم ومسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث أبي عوانة وجرير. وعنه به قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب الباس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وعنه به قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة حا قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. باب رقية المريض بالمعوذات والنفث.
والمعوذات معروفة اللي هي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هذه هي المعوذات. كأنك تقول في أول قل هو الله أحد تصف الذي تستعيذ به في المعوذات، فالأول تذكر صفته بسورة الإخلاص ثم تتعوذ به لأنه هو الصمد الذي يصمد إليه ويحتاج إليه فتلجأ إليه. يبقى تقرأ الأول الصمدية، المصريين يقولوا عليها إيه؟ الصمدية اللي هي قل هو الله واحد، ثم بعد ذلك المعوذتين. وسورة قل هو الله واحد 4 آيات، وسورة الفلق 5 آيات، وسورة الناس 6 آيات، تعدهم تلاقيهم 15. عشان كده المصريين يقول لك خمسة وخميسة، خمسة وخميسة، يعني يقصد المعوذات بيختصر، واخد بالك ازاي؟ يعني هي خمسة وخميسة، الخميسة تصغير الخمسة عشان في 4 آيات، فهمت ازاي؟ كلام المصريين العام يعني. لكن في بعض الناس ما يفهموش، يقول لك ايه الكلام اللي بيقولوه له؟ جاهل، ما يعرفش ان المصريين علماء تربية الأزهرية أهل القرآن، ما يعرفش الحكاية، لازم يعني. والنفس يعني إيه؟ يخرج قليل من الريق مع هواء النفس بعد القراءة أو أثنائها أو قبلها. ليه؟ لأن هذا الريق والنفس تولد من القرآن، فلما تولد من القرآن صار مباركا. فإيه؟ وعلشان كده إيه؟ يوم ينفث ويمسح، يمسح بهذا الهواء المبارك والريق المبارك الذي تولد من الذكر المبارك. باب رقية المريض بالمعوذات والنفس. والنفس والتفل بمعنى واحد على فكرة، وهو خروج هواء النفس مع قليل من الريق، يسمى تفلا ويسمى نفثا ومعناه واحد. إذا كان الشرير بينفث في العقد، مش ده اللي بيحصل؟ طيب يبقى الخير ينفث على المريض بقراءة القرآن، يوم يحدث النفع هنا ويحدث الضرر هناك. وعن أبي قال حدثني سريج بن يونس ويحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وفي رواية يحيى بن أيوب بمعوذات. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر وحرملته قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح حا قال وحدثنا عقبة بن مكرم وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني زياد كلهم عن ابن شهاب بإسناد مالك نحو حديثه، وليس في حديث أحد منهم رجاء بركتها إلا في حديث مالك وفي حديث يونس وزياد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. باب استحباب الرقية من العين. والعين اللي هي النظرة الايه؟ الشريرة الضارة، نظرة الحقود والحسود يسموها العين. والنملة، والنملة نوع من القروح كانت تخرج في جنب المرضى، يحصل لهم قروح في جنبهم او في جانب جسدهم يسموها النملة. والحمى اللي يستم يعني بسبب قرصة عقرب أو مثلا لدغة حية أو زنبور أو نحلة أو شيء من ذلك، هو الحمى
والنظرة، والنظرة اللي هي برضه الايه؟ العين. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقية فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. كل ذي حمى يعني كل إيه؟ سام، زي العقارب وزي إيه؟ الحيات وغيره. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من الحمى. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قالوا: حدثنا سفيان عن عبد ربه ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله، يعني كده، يعني يضع اصبعه السبابة على لسانه فيختلط بريقه الشريف، ثم يضعه على تربة الارض فيختلط بقليل من التراب الارض، ثم بعد ذلك يقول: بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا باذن ربنا. قال ابن ابي شيبة: يشفى، وقال زهير: ليشفى سقيمنا، ويمسح بها موضع الألم صلى الله عليه وسلم. قالوا: هل هذا خاص بتربة المدينة لبركتها أم أي تربة أرض المسلمين، حيث أنها توطأ بأقدام المسلمين وتسمع ذكر المسلمين وتنبت ما يأكله المسلمون، فهي تربة مباركة بسبب كثرة الذكر وما يحدث فيها من عمارة في الأرض ربما يكون في سائر التربة، وبعضهم حملها على تربة المدينة، ولكن ايه؟ لكن فضل الله واسع. وعنه به قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم، قال اسحاق: اخبرنا، وقال ابو بكر وابو كريب واللفظ لهما، قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال حدثنا معبد بن خالد عن ابن شداد عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامرها ان تسترقي من العين. وعنه به قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر بهذا الإسناد مثله. وعنه به قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. وعنه به قال: والاسترقاء وطلب الرقية، يعني طلب الرقية لا الاسترقاء، يعني تطلب من يرقيك يعني. وعنه به قال: ويمكن أن ترقي أنت نفسك، لا شيء في ذلك، فالنبي كان يفعل ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن يوسف ابن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الرقى قال: رخص في الحمة والنملة والعين. العين اللي هي النظرة، والنملة قلنا قرح كانت تخرج في جانب من البدن، والحمة كل ذي سم من ايه؟ من الحشرات ومن الهوام. وعنه به قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى بن ادم عن سفيان حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسن وهو ابن صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. وفي حديث سفيان يوسف ابن عبد الله ابن الحارث. وعنه به قال: حدثني أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي
عن الزهري، عن عروة ابن الزبير، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: رأى بوجهها سفعة. سفعة يعني لون متغير، السفعة هو اللون المتغير في الوجه. رأى بوجهها سفعة فقال: بها نظرة، يعني بها عين محسودة يعني. فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. السفعة يعني هنا صفرة يعني. وعنه قال: حدثني عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني نحيفة، أولاد جعفر، ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني نحيفة، تصيبهم الحاجة. قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم، يعني بيتحسدوا. قال: ارقيهم. قالت: فعرضت عليه فقال: ارقيهم. عرضت عليه رقية هي تحفظها، اسمها رقية الحسن. فلما عرضتها على النبي وجد أن كلامها منضبط وليس فيه كلام لا يليق، فالنبي أجازها قال: ارقيهم به. وعنه به قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو. قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أرقي. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وعن أبي قال: وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: فقال رجل من القوم: أرقيه يا رسول الله، ولم يقل أرقي. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. يبقى نهى عن الرقى التي فيها كلام خطأ أو كلام لا يليق أو كلام غير مفهوم. قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. بس تكون رقية بكلام صحيح المعنى ليس فيه شرك أو مخالفة. وعن أبي قال: وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، يعني لا أرى بأسا بها، يعني لأن كلامها صحيح. يعني من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لأن كان في بعض الرقى في الجاهلية كانوا فيها استعانة بالأصنام والمعبودات التي هي من دون الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تعرض عليه هذه الرقى، فما كان صحيح المعنى أجازه، وما كان قبيح المعنى لم يجزه ونهى عنه. وعن أبي قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، وأجازها العلماء بالإجماع، أخذ الأجر على الرقية بالقرآن والأذكار. أما تعليم القرآن فعند الجمهور يجوز أخذ الأجرة عليه، والأحناف لا يجوزون أخذ الأجرة أيضا على لا يجوزون أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ويجوزون أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن. واضح؟ ده الأحناف فقط.
ده أن الإمام أبو حنيفة يقول يعني إيه، بئس بالمسلمين أن يجعلوا أهل القرآن الذين يعلمون أولادهم يحتاجون أن يتكففوا الناس بالقرآن، المفروض تغنوهم. ده رأي الإمام أبو حنيفة، تخليهم أغنية بحيث أنه كده تعرف عليه الأجرة عشان تاني يقول لك لا جزاك الله من الشر. فالمفروض أن أهل القرآن الذين يعلمون الناس القرآن يغنيهم المسلمون من بيت مال المسلمين، من أي جهة، عن طريق الوقف أو شيء من هذا، بحيث أنهم يعلموا أبناء المسلمين ولا يأخذون أجرا منهم. ده رأي الأحناف. الشافعية والمالكية والحنابلة أجازوا أخذ الأجر إيه على تعليم القرآن، بس بغير شرط ولا إيه مغالاة، بغير شرط ولا مغالاة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم، يعني طلبوا ضيافتهم، وكان طلب الضيافة حق للإنسان في عصر النبي، لأنهم كانوا يسافرون في صحراء قاحلة ولا يوجد محلات ولا يوجد أماكن للاستراحة، فكانوا إذا وجدوا أهل حي وجب على أهل الحي ده أن يسقوهم ويطعموهم، لأنهم ربما يكونوا تعرضوا للجوع والعطش الشديد، فصار واجبا على الناس أن يضيفوا بعضهم البعض. فلما مروا على هذا الحي طلبوا منهم ضيافتهم، وهو حق معروف عند العرب، فطلعوا أهل حي بخلاء مرضوش يدوه كويس، فلم يضيفوهم. فقالوا لهم هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم اللي هو سيدنا أبي سعيد الخدري، فقال رجل منهم نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم. فأبى القطيع من الغنم، في روايات كان 30 غنم، في روايات بين أن القطيع للهولهم كان 30 غنم. فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبى أن يتصرف فيها، يعني قبلها وأبى أن يتصرف فيها لحد ما يسأل النبي هل يجوز يأخذها ولا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال وما أدرك أنها رقية. ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم، يعني ايه بيان لكمال حل هذا الامر وانه من عين الحلال، فالنبي يريد ان يطيب خاطرهم يعني. وعن ابي قال حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن نافع كلاهما عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن ابي بشر بهذا الاسناد، وقال في الحديث فجعل يقرأ ام القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرأ الرجل. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبر بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت إن سيد الحي سليم لدغ، سليم يعني لديغ، ويطلقوا كلمة سليم على لديغ من باب التفاؤل الحسن إنه يسلم من هذا. فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا، سيدنا أبو سعيد اللي بيروي الحديث بيقول رجل منا حتى لا يشهر نفسه يعني، لكن هو اللي خرج. ما كنا نظنه يحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوه غنما وسقونا لبنا، فقلنا أكنت تحسن رقية؟ فقال ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. قال فقلت لا تحركوها حتى يعني لا تحركوا هذا القطيع من الغنم، يعني لا تتصرفوا فيه حتى نأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. وهذا يدل على حرص الصحابة على إيه؟ على الرزق الحلال. وعن أبي قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فقام معها رجل منا ما كنا نبنه برقية، يعني ما كنا نعرفه برقية. ونقف على باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيوة.